وفيما يخص اصلاح المنظومه التعليميه فان قناعتنا الراسخه هي ان اصلاح القطاع لا يمكن ان يحقق اهدافه الا بتعزيز مكانه وادوار الاستاذ وذلك حرصنا على خلق جو من الثقه مع هذه الفئه من خلال تحسين وضعيتها الماديه والاعتباريه وهو ما يعكسه اتفاق 10 الجاري بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهريا وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 مليار دهم سنويا <applause>